الخلوة من اسمها معناتها أنك تجلس مع نفسك وتنقطع عن العالم الخارجي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمارس الخلوة في غار حراء، وكان يمارس الخلوة أيضا في الاعتكاف في العشر الأواخر. في كثير منا الحقيقة بيدخل عليه رمضان وبيطلع لا يستفيد من موضوع الخلوة. الحكماء أيضا من عادتهم أنه بيقولوا فلان خلاص دخل كهفه وجلس لوحده. ينبغي أنك تمارس الخلوة يوميا. في بعض الأشخاص بيمارس الخلوة أول النهار، وبعضهم في آخر النهار، وبعضهم في منتصف النهار. الخلوة أن تجلس مع وحدك أو لنفسك في مكان معين، تنقطع عن العالم الخارجي، تسمح لك الخلوة الحقيقة في مراجعة أفكارك والتفكير في المستقبل وعيش اللحظة. تسمح لك إذا كنت عندك مشاعر متدفقة من الحزن أو الفرح تتعرف على هذه المشاعر، تسمح لك بترتيب أفكارك من جديد. الحقيقة الخلوة من العادات الرائعة والجميلة عند الإنسان الروحاني. أنصحك أنك تمارس الخلوة إذا ما كانت كل يوم على الأقل مرة أسبوعيا لمدة ساعة أو ساعتين.